السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر. آج انشاءاللہ حفظ القرآن سیریز میں سورۃ البقرہ شروع کریں گے. سورۃ البقرہ کی پہلی چار آیات آج کی اس ویڈیو میں حفظ کریں گے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. اس سیریز میں سورتوں کے نام، آیات اور رکوعات بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب. تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. الف لام میم ذلك الكتاب. الف لام میم ذلك الكتاب. اب تین بار زبانی پڑھیں. لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. اب پوری آیات تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اب زباني پڑھ لیں. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. اب پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد تین بار زبانی پڑھنی ہے. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبان. والذین یؤمنون اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبان. بما انزل الیک بما انزل الیک تین بار دیکھ کر پڑھ لیا, اب تین بار زبانی پڑھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. وما أنزل من قبلك اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی. وبالآخرة هم يوقنون اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. آخر میں پورا سبق پانچ بار دیکھ کر پڑھیں گے. الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون پانچ بار دیکھ کر پڑھ لیے اب تین بار زبانی پڑھ لیں صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ